اليوم رحت لكم على السوق واشتريت لكم الهامستر يلي خلوده صار له سنة عم يطلبوا مني، وطبعا ما قلت له انه انا راح اشتري لك هامستر، وعملت له اياها مفاجأة واشتريت له للهامستر كل اغراضه وقفصه واكلاته ولعباته، وبعدين فاجأت خلوده فيه. يلي بده يشوف الفيديو كامل يكبس على الرابط يلي باول تعليق. لا تفتح لحتى اقول لك اوكي؟ اوكي. يلا 1 2